مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم هو Unit 3 Lesson 2 اليونت الثالث الدرس الثاني. عنوان الدرس Many hands make light work. الكثير من الأيادي تخفف من عبء العمل. طبعا هذه بعض الأساتذة يطلبها كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري، وبعض الأساتذة فقط يعتبرها قطعة للقراءة. بالأغلب أو أغلب الأساتذة يعتبروها فقط قطعة للقراءة لأن ما بها أسئلة صريحة بداخل كتاب النشاط، وكل الأسئلة اللي متعلقة بها عبارة عن أسئلة شفوية يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي وغير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. بالبداية يقول لي listen and read، استمع وقرأ. Then answer the questions below، ثم أجب على الأسئلة أسفل القطعة. طبعاً هو منطين قطعة أو مقطع نصي يتحدث عن العمل الجماعي، يتحدث عن المساعدة أثناء العمل، العمل كفريق كروح الفريق إلى آخره. يقول لي اقرأ القطعة، افهمها، افهم مفرداتها، وراها أنا منطيك مجموعة أسئلة حاول تجاوبني عليها. إذا راح نقرأ القطعة نوضح مفرداتها، وراها نحاول نجاوب على هاي الأسئلة المتعلقة بها. حاول تسجل وياي المعلومات اللي راح نطلع لأنها معلومات مهمة جداً كتحضير يومي. في البداية شو يقول لي؟ يقول لي many hands، الكثير من الأيادي، make light work. طبعا هنا make light work إذا أردت ترجم كل كلمة على حدة، work معناها عمل، light معناها خفيف، وmake معناها يصنع. لكن المعنى العام لهذه العبارة أو ذي الكلمات الثلاثة معنى مجازي. شو راح يصير معناها؟ معناها تخفف من عبء العمل أو تجعل العمل أسهل أو أخف. بالبداية يقول لي have you done your course؟ هاي كلمة كلش مهمة. الكورس، كورس معناها الأعمال اليومية، الأعمال الروتينية، الأعمال اليومية أو الروتينية. هذني هاي كلمة كلش مهمة. هذني كلمات راح نطلعها، حاول تسجلها بالدفتر وتحفظ معاني اللي راح تفيدنا تقريبا بالدرس كله. واحد يتحدث يقول له هل قمت بأعمالك المنزلية أو الروتينية اليوم؟ قال له yes father، نعم يا أبي. I've made my bed. احفظ وياي made my bed، هم هنا تجي معنى آخر معناها رتبت سريري. يعني made إن أنا مو معناها صنع وإنما معناها رتب، رتب سريرة. I've swept the floor، لقد كنست الأرضية. I've done my homework، وأنهيت عملي أو واجب بيتي. Can I go out with my friends now؟ وهل يمكنني أن أذهب مع أصدقائي الآن إلى الخارج؟ إذن هو محادثة بين شخص وأبوه، فأبوه سأله قال له أنت خلصت الأشياء المطلوبة من عندك أعمال روتينية اليوم؟ قال له نعم، أنا مسحت الأرضية، أنا عملت الواجب البيتي إلى آخره. فبما أنه أنا مسوي ذا كلهن أقدر أطلع برا؟ فهنا الأب راح يجاوب. وراها بلش بالقطعة يقول له Does this conversation sound familiar؟ يقول لك هاي المحادثة تبدو مألوفة بالنسبة لك أنت كطالب. يعني أغلب الطلاب أبوه ما يخليه يطلع برا، أو أبوه ما يخليه يلزم الموبايل، أو أبوه ما يخليه يلعب ألعاب الفيديو أو يشاهد التلفاز إذا ما مسوي مجموعة من الأشياء اللي هي المطلوبة من عنده. يعني يقرأ للمدرسة، يحضر واجباته، يحضر التحاضير اليومية مالته، يساعد والدته بالبيت، يخلص كل الأمور الروتينية، يا الله وراها يسمح له أنه يمارس الشغل اللي يحبه، كأنه يطلع برا، يروح يلعب طوبة أو يلعب ألعاب الفيديو، يشاهد التلفاز إلى آخره. فيقول لك هل تبدو هذه المحادثة مألوفة؟ familiar هاي كلمة كلش مهمة. familiar معناها مألوف. هل تبدو هذه المحادثة مألوفة بالنسبة لك؟ مرة عليك قبل؟ every day كل يوم. children all over the world، الأطفال حول العالم، help their families، يساعدون عوائلهم، with jobs مع الوظائف، around the house، الوظائف المتعلقة بالبيت. إذن كل الأطفال، كل الناس بالعالم يساعدون عوائلهم بالأمور البيتية. Sometimes في بعض الأحيان children complain، بعض الأحيان الأطفال complain. شو معنى كلمة complain؟ معناها يتذمرون. بعض الأطفال يتذمرون من هذه الأمور. يعني مثلا والدته تقول له روح ارمي النفايات المكان المخصص لها، يتذمر، أو تسخر على فد أمر معين يتذمر يضوج. بعض الأطفال يتذمرون or make excuses، أو يصنعون أو يخلقون الإكسكيوزز، الأعذار، يخلقون الأعذار. ليش يخلقون الأعذار؟ والله ما بي حل، والله مريض، أو عندي واجب بيتي هواي أرد أكمله. يخلقون الأعذار. But it is only fair to share the work،
لكن من الضروري أو فير معناها من العدل، من العدل أن نتشارك share the work، أن نتشارك الأعمال. يعني بعض الأعمال البيتية مو كل الأمور الوالد يقوم بها أو الوالدة تقوم بأعمال البيت، لازم الأطفال أو الأولاد يساعدون والداهم في الأعمال البيتية. فهنا أنا يقول لي it is only fair من العدل to share the work، أن نتشارك الأعمال. أنا ساعد والدتي أو والدي بالبيت بالأعمال اليومية. Doing chores، قلنا chores معناها الأعمال اليومية أو الروتينية. عمل الأعمال اليومية at home في البيت is one way that children help، هي الطريقة الوحيدة للأطفال من الممكن اللي يساعدون بها عوائلهم. أنت كولد لازم تساعد والدك في أعمالهم البيتية، هي هاي الطريقة الوحيدة اللي تساعدهم. يعني أكيد ما راح تشتغل وتصرف على البيت، ولا راح تقوم تسوي الطبخ أو تطبخ مثل ما تطبخ الوالدة، وإنما من العدل إنه شنو تساعدهم بهذه الأعمال. بعض الأعمال موكلة لهؤلاء الأولاد هو طريق شنو هاي الأعمال اللي هي الكورس، الأعمال الروتينية اليومية اللي راح اللي هو تقريبا وضحها بالبداية، اللي هي sweep the floor، تنظيف الأرضية، make my bed، ترتب السرير، do the homework، عمل الواجب البيتي. بعد شوي راح نجي ناخذهن، lay the table، ترتب الطاولة، throw away the rubbish، ترمي النفايات إلى آخره. But did you know، لكن هل تعلم، that children in Japan clean their classrooms at the end of every school day؟ هاي المعلومة جدا جدا مهمة، ركزوا لي عليها. يقول لي هل تعلم بأن الأطفال في اليابان ينظفون الصفوف، الصفوف الخاصة بهم at the end، في نهاية every school day، في نهاية كل يوم دراسي. يعني دي يقول لك، دي يعطيك مثال، يقول لك الأطفال باليابان كل يومية كل يوم دراسي ينظفون المدرسة، ينظفون الصفوف الخاصة بهم. إذن من الضروري أنه إحنا نقوم بالأعمال الروتينية اليومية بأنفسنا. ليش؟ لأن ذكرها بالبداية is only fair to share the work، من العدل أن نتشارك الأعمال. يعني إحنا مو فقط إحنا يعني شلون نتحمل جزء من المسؤولية، أني قمت بالدوام ورميت بعض النفايات بالمكان المخصص لها، بعض الطلاب ما يرمون النفايات بالمكان المخصص لها، وبالتالي الصف راح يكون هوسة. هنا يقول لك من الضروري أن نتشارك العمل على مود نخفف عبء العمل على عامل النظافة اللي راح يجي ينظف المدرسة بعدنا. وراها they don't just tidy up and throw away the rubbish، يقول لك هم مو ينظفون الصفوف الخاصة بهم، مو فقط عبالك إنه يرمون الوساخة أو النفايات في المكان المخصص لها. They sweep, clean, tidy every day، يكنسون وينظفون ويرتبون كل شيء كل يوم. But only for 15 minutes، في minutes، لكن فقط لخمسة عشر دقيقة. يعني هنا بنهاية الدوام أكو 15 دقيقة مخصصة للطلاب ينظفون ويرتبون بها الصفوف ويكنسوهن. خلال هاي 15 دقيقة كل المدرسة راح تكون نظيفة. ليش؟ يعني الأستاذ 15 دقيقة وقت قليل، ما راح نلحق. إذ هنا هي هنا الفكرة، يقول لي many hands، الكثير من الأيادي، make light work، تجعل عبء العمل أخف. بما أنه إحنا هواي طلاب، 15 دقيقة كلش كافية أنه أنا أرتب المدرسة من بدايتها لنهايتها. لذلك هم نرجع للمقولة مرة ثانية، يقول لي it is fair to share the work، من العدل أن نتشارك الأعمال على مود يكون العمل أخف. Many Japanese people think that it is a good idea، الكثير من اليابانيين يعتقدون بأن هذه اللي قلناها هاي فكرة جيدة. They say it teaches children to be responsible، شيء شنو الغرض من عندها؟ ليش الطلاب ينظفون المدرسة؟ يقول لك هذا الشيء راح يعلمهم، teaches يعلمهم، teaches children يعلم الأطفال to be responsible. Responsible معناها مسؤولين، يشعرون بالمسؤولية. هاي كلمة كلش مهمة، حاولوا تحفظوها. Responsible مسؤول، يعني أنا أخلي الطالب ينظف مكانه، ينظف رحلته، ينظف صفه، ينظف مدرسته على مود يشعر بالمسؤولية. شنو يعني أستاذ يعني يشعر بالمسؤولية؟ يعني أنا بعد مسبقا أو لاحقا لما يريد يرمي الأوساخ أو المنفايات بالقاع، لما يتذكر انه هو كل يوميه راح ينظفها او راح نهايه الدوام راح ينظفها، راح يقول بعد ما يرميها بالارض او على الارضيه، وانما يشيلها يخليها بالمكان المخصص لها، وبالتالي هذا راح يخليه يشعر بالمسؤوليه اكثر، وبالتالي
راح يخف عبء العمل على عامل النظافة وحتى على الطلاب اللي ينظفون المدرسة. The children know that they have to clean anything. الأطفال يعلمون بأنهم سوف ينظفون أي شيء that is dirty. كلمة dirty كلش مهمة، هم كذلك حاول تحفظوها. Dirty معناها وسخ أو قدر. هم راح يعرفون أو يعرفون مسبقا أنهم راح ينظفون كل شيء وسخ. They are responsible for this. أنهم مسؤولين عن هذا الشيء. بالتالي بما أنهم راح يعرفون أنهم أصلا بنهاية الدوام راح ينظفون هذا الشيء، فبالتالي راح يشعرون بالمسؤولية ويرمون النفايات في المكان المخصص عنها. Another advantage إيجابية أخرى is that teaches the student to work as a team. هذه كلش مهمة. الإيجابية الأخرى هو أنه يدرس أو يعلم الطلاب كيفية العمل كفريق. أنا أتساعد ويا زملائي على مود أسوي العمل أخف. هذا الشيء راح يزرع بقلب الطلاب أو بقلب هؤلاء الأشخاص العمل الجماعي، العمل كفريق. For example، على سبيل المثال، they need to agree who is going to sweep the floor and who is going to clean the desks إلى آخره. يقول لك على سبيل المثال بعد ما يقومون بهذا العمل جماعياً راح يحددون كل واحد من هو اللي راح ينظف، من اللي راح يكنس، من اللي راح يغسل الصحون إلى آخره. What do you think؟ ما هو رأيك أنت كطالب؟ Is this good idea؟ هل هذه فكرة جيدة؟ Cleaning the classroom is one thing, but what about cleaning the whole country؟ شو يقول لك؟ يقول لك هسه أنا ضربت لك مثال إن الأطفال باليابان ينظفون الكلاس روم، ينظفون الصفوف. زين شنو رأيك بفكرة أخرى اللي هي فكرة أغرب، هو إنه تنظيف كل البلد. شلون يعني ننظف كل البلد؟ This is what people of Rwanda do. هذا ما يفعله الناس الذين يعيشون في رواندا. رواندا هي أحد الدول. يقول لك الناس اللي برواندا ينظفون البلد كله. شلون ينظفون البلد كله؟ One day في يوم ما، every single month، في يوم، في كل شهر، يعني أكو يوم مخصص بكل شهر، everyone between the ages of 18 and 65، كل شخص بين هذه الأعمار، بين عمر 18 إلى 65 سنة، يعني من الشباب والكبار بالسن كلهم يتشاركون العمل. الناس بين الأعمار 18 إلى 65 comes out يأتون out of their houses أو يخرجون من بيوتهم to pick up the rubbish لكي يلتقطون أو يرمون الرابش النفايات and sweep the streets وينظفون أو يكنسون الشوارع. Do you think this should happen in your country؟ هل تعتقد بأن هذا الشيء يجب أن يحدث في بلدك؟ هاي الفكرة جيدة، من الممكن أن تطبق يوم بالشهر، مثلا يوم واحد بالشهر أو يوم اثنين بالشهر أو يوم 15 بالشهر من كل شهر، الناس كلها تطلع بالخارج، كل واحد ينظف المكان المخصص أمام بيته. إذا كل الناس طلعت تنظف الأماكن المخصصة أمام بيوتها، راح ننظف البلد كله، وبالتالي راح نحصل على الفكرة مال هذه القصة اللي هي شنو؟ من هانز ميك لايت وورك. راح ننظف البلد كله بعبء قليل. الكثير من الأيادي تخفف من عبء العمل. كورز أرنت أولويز فان. يقول لك طبعا بالحقيقة هي الكورز، الأعمال اليومية أو الأعمال الروتينية، هي ليست ممتعة، but they need to be done. لكن يجب أن يتم عملها. If we all help, we can do the work quickly. إذا كلنا تساعدنا، كلنا اشتغلنا، كلنا عملنا، سوف يمكننا do the work quickly. سوف يمكننا أن نقوم بالأعمال بسرعة أكبر. هذا ما يخص القطعة. لاحظنا أن القطعة تشجع على الأعمال اليومية، العمل كفريق، الناس تساعد فيما بينها على مود الأعمال، تتشارك مساعدة الوالدين إلى آخره. وراها يقول لي استجاوبنا على هاي الأسئلة. What chores do you do at home؟ ما هي الأعمال التي تقوم فيها أنت كطالب تقوم فيها بالبيت؟ شنو هي؟ على سبيل المثال أقول له I clean the garden. أنا دائما أنظف الحديقة، أقدر أكملها with my father، مع أبي أتشارك الأعمال. أو I throw، أرمي away the rubbish، أرمي النفايات إلى آخره. أي شيء أقوم بعمله داخل البيت كأعمال روتينية، كأعمال يومية، أضمنه. إن أنا الإجابة تعتمد على رأي الطالب. يقول لك Do you think، هل تعتقد أنت children in your school should
clean the classrooms. هل تعتقد أنت بأن الأطفال اللي بالمدرسة يجب أن ينظفون صفوفهم؟ أنا برأيي أقول على سبيل المثال yes I do أو yes they should إلى آخره. نعم أنا أعتقد بأن الأطفال يجب أن ينظفون الصفوف الخاصة بهم. ليش؟ لأن الموضوع أسهل عليهم لأن هم أعدادهم كبيرة. أما عامل النظافة واحد فراح يصير العمل عليه جدا صعب لما شخص واحد يقوم بتنظيف المدرسة ككل. السؤال اللي بعده: Do you think people in your country should clean the streets؟ هل تعتقد بأن الناس في بلدك يجب أن ينظفوا الشوارع؟ كذلك نفس الطريقة أقول له yes I do. نعم أنا أعتقد ذلك، يجب على الناس أن يقوموا بتنظيف الشوارع حتى لو مرة بالسنة مو إلا مرة بالشهر. هذا ما يخص الفقرة الأولى من كتاب الطالب، نعطيني قطعة بها بعض المعلومات المهمة، بعض المعلومات عن اليابان شلون ينظفون الصفوف مالتهم، والناس اللي برواندا اللي أعمارهم 18 إلى 65 يقومون بتنظيف البلد ككل بيوم مخصص إلى آخره. يقول لي اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. هذه كل الأسئلة أسئلة شفوية كتحضير يوم بداخل الصف، غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد كتحضير يومي. ننتقل إلى كتاب النشاط، تمرين رقم واحد. شو يقول لي؟ يقول لي read the article، اقرأ المقال in the student's book again، في كتاب الطالب مرة أخرى، المقال اللي استونا قرأناه عن اليابان وعن رواندا إلى آخره. يقول لي اقرأ rewrite the sentences correctly، ثم قم بإعادة كتابة الجمل بشكل صحيح. يعني أنا منطيه جملة خاطئة ومن ثم يصحح لي إياها، يقول لي أريدك تصحح لي إياها. شون يعني؟ على سبيل المثال Japanese children cook in their classroom، الأطفال اليابانيين يطبخون في صفوفهم. صحيح هذا كلام؟ أكيد خطأ. هو مصحح لي إياها، يقول لي Japanese children clean their classroom. clean معناها ينظف، ينظفون صفوفهم. زين الجملة الثانية Japanese children clean their classrooms every morning. شوف هنا انتبهي، الأطفال اليابانيين ينظفون الصفوف. لحد الآن الشغل مضبوط أو الجملة مضبوطة. every morning كل صباح، لا هنا الخطأ. فش أقولنا؟ أقول Japanese children، هاي تنزل كما هي ما راح أغير بها، أنا راح أصحح فقط الكلمات الخاطئة. الأطفال اليابانيين clean ينظفون their classroom، ينظفون صفوفهم، مو every morning مو كل صباح، وإنما at the end في نهاية of every school day، في نهاية كل يوم دراسي، يعني في نهاية الدوام مو بالصباح. النقطة الثانية شو يقول لي؟ يقول لي when Japanese children clean their classroom they work on their own، عندما ينظف الأطفال اليابانيين صفوفهم يعملون بمفردهم. هنا هذه الجملة صحيحة؟ أكيد مو صحيحة. هنا بدايتها كلها صحيحة. When Japanese children clean their classroom، عندما ينظف اليابانيين أو الأطفال اليابانيين صفوفهم، ما يعملون لوحدهم، وإنما they work as a team، يعملون كفريق كعمل جماعي، مو كل واحد يشتغل وحده. النقطة الثالثة in Rwanda، في دولة Rwanda people in the capital city، الناس اللي عايشين بالمدينة clean the streets، ينظفون الشوارع. صحيح هذا الكلام؟ مو فقط بالكابيتال، ليس فقط بالعاصمة، وإنما بالبلد ككل. فأقول له in رواندا، في دولة رواندا، أقول له all people، جميع الناس، أو أقول له everyone between، اللي أعمارهم between، بين ال 18، بين 18 and 65 والـ65 clean the streets، ينظفون الشوارع. إذن مو فقط الناس اللي بالعاصمة هم اللي ينظفون الشوارع، وإنما الجميع، الناس جميع الناس اللي أعمارهم بين 18 والـ65 سنة ينظفون الشوارع. إن رواندا، النقطة الرابعة في دولة رواندا people clean the streets every day، الناس ينظفون الشوارع كل يوم. إحنا اتفقنا إنه الناس اللي عايشين بدولة رواندا مو كل يوم ينظفون الشوارع، وإنما يوم كل شهر. فأقول إن رواندا، في دولة رواندا people clean the streets، الناس تنظف الشوارع one day، في يوم واحد every month، في كل شهر، في يوم من كل شهر، في أحد الأيام من كل شهر. النقطة الخامسة
According to the article, طبقا للمقال أو حسب رأي المقال, the course, الأعمال الروتينية are always fun. دائما ما تكون ممتعة. إحنا ذكرنا بالقطعة أن الأعمال الروتينية هي ليست ممتعة أو مو دائما تكون ممتعة. فهنا هو يقول لي دائما تكون ممتعة. فأقول له خطأ إذا نقول له according to the article, طبقا للمقال, course, الأعمال الروتينية aren't always, ليست دائما fun. مو دائما ممتعة. هو قالها ليست دائما ممتعة. بعض الأحيان ممتعة, بعض الأحيان مملة. The writer says that chores are not important. الرايتر هو الكاتب, كاتب هذا المقال اللي قرأناه قبل دقائق, يقول شي يقول, يقول إن الأعمال الروتينية are not important, ليست مهمة. بالعكس, هي الفكرة من المقال إنه يوضح لي أهمية الأعمال اليومية وإن لازم نتشارك بهذه الأعمال اليومية على مدى تكون أو يكون عبء العمل أقل. فأقول له the writer says, الكاتب يقول that chores, بأن الأعمال الروتينية بس النوت أوخرها. أقول له are important, مهمة, أو are very important, مهمة جدا. هذا ما يخص التمرين رقم واحد. كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الأستاذ يطلب من الطلاب يقول لهم أقرأ الجمل بعد ما وضحت لكم القطعة, أقرأ هذه الجمل, كل جملة بها خطأ, حاول الصحح هذا الخطأ كتحضير يومي وليست مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 2. شو يقول لي؟ يقول لي make the notes about the article, اعمل بعض الملاحظات عن المقال. Ask and answer the question, ثم قم بالسؤال والجواب. اسأل وأجب عن هذه الأسئلة. منطيني سؤال, شو يقول لي؟ يقول لي what does the title of the article mean, ما الذي يعني, ماذا يعني التايتل, عنوان المقال. تذكرون عنوان المقال؟ عنوان المقال يقول many hands, الكثير من الأيادي, make light work, تخفف من عبء العمل. شنو الفكرة العامة من هذا المقال أو من هذا العنوان؟ معناه أنه إذا اشتغلنا أو كعملنا كفريق راح يكون العمل أسهل أسرع إلى آخره. فأقول له if we work as a team, إذا عملنا كفريق, the work will be easier, سوف يكون العمل أسهل. We can do it quickly, من الممكن أن نقوم بعمل أو بعمل هذه الأعمال بسرعة أكبر إلى آخره. شوف هنا أنا بالملزمة منطيك quickly فقط, تقدر تضيف عليها easier. يعني الفكرة أنه ماكو جواب نموذج محدد لهذا السؤال, كل طالب يجاوب عن هذا السؤال بالطريقة اللي يشوفها مناسبة. أنت شنو فكرتك أو شو تعتقد هذا التايتل, العنوان مال هذا القطعة, شو تعتقد شنو اللي يوحي لها؟ أنا برأيي أنه هذا التايتل أو هذا العنوان يقول أن العمل راح يكون أسرع إذا عملنا كفريق, العمل راح يكون أسهل إذا عملنا كفريق. فكل طالب ينظر إلى الجانب اللي يشوفه صحيح من هذا المقال. What do you think about the children cleaning their classroom? يقول لي ماذا تعتقد, ماذا برأيك أنت, ماذا تعتقد عن الأطفال الذين ينظفون صفوفهم؟ شنو رأيك بالأطفال الذين ينظفون صفوفهم؟ أقول مثلاً على سبيل المثال it is a good idea, إنها فكرة جيدة. أنا مثلاً على سبيل المثال أقول it's fantastic, إنها مذهلة. كل طالب يجاوب بالطريقة تعجبه. What do you think about people cleaning their country? زين شنو رأيك بالناس اللي تنظف بلدها كلها؟ هم أنا أقول it is fantastic, إنها مذهلة. أقدر أقول جواب ثاني مثل ما منطيكم بالمزمة, أقول it is cooperative work, إنه عمل تعاوني. كل طالب يجاوب بالطريقة اللي تعجبه. What course do you do at home؟ قال زين أنت شنو هي الأعمال اللي تقوم بها بداخل البيت؟ أقول له على سبيل المثال I throw away the rubbish, أنا مسؤول أو دائما أقوم برمي النفايات بالخارج. بعد I help my mother, أساعد أمي with her work, بأعمالها. على سبيل المثال I help my father, أساعد أبي with
his work بأعماله إلى آخره. كل طالب يكتب الأعمال اليومية اللي يقوم بها. أقدر أقول بعد I do my homework أعمل واجب بيتي، هاي هم تعتبر من الأعمال اليومية الروتينية إلى آخره. Do you complain when you help at home؟ يقول زين أنت هل تتذمر أنت عندما تساعد في البيت؟ Why why not؟ لماذا ولم لا؟ يعني أنت إذا تتذمر ليش تتذمر؟ وإذا ما تتذمر كذلك لازم توضح السبب. على سبيل المثال أقول له No I don't، كلا أنا لا أتذمر. ليش متذمر؟ أقول له على سبيل المثال because لأنه everyone should help، الجميع يجب أن يساعد at home في البيت، يجب أن نتشارك الأعمال. هذا ما يخص تمرين رقم 2. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد الأستاذ يسأل هذه الأسئلة بداخل الصف كتحضير يومي، لكن بالمناسبة ركزوا لي هنا، يقول لي ask and answer the questions، يعني من الممكن الأستاذ ورا ما يكملون الطلاب الإجابات كل يختار طلاب 2، طالب يسأل والطالب الآخر يجاوبه، طالب يسأل وطالب يجاوب، ويسوون محادثة بداخل الصف كنشاط محادثة. ننتقل إلى تمرين رقم 3. شو يقول لي؟ يقول لي complete the course، أكمل هذه الأعمال الروتينية أو الأعمال اليومية. Use the words and phrases in the box، باستخدام هذه الكلمات أو phrases أو العبارات. منطيني أفعال، هاي انتبه لي هذا التمرين تمرين مهم جدا جدا، حاول تحفظه. يجيني أما على شكل وصل، وصل الأفعال بالنهايات المناسبة لها بالأسماء المناسبة لها، أو على شكل إسقاطات مثل ما هو. شوف هنا أنا طلاب، أنا لازم أعرف help معناها يساعد، lay معناها يجهز، هنا معناها يجهز، make تجيب معنى يصنع، وتجيب معنى هنا معناها يرتب، يعني لها أكثر من معنى. pick up معناها يلتقط، يجمع، يلم إلى آخره. sweep معناها يكنس، يمسح. throw away يرمي، وtidy ينظم، يرتب، wash يغسل. هسه شو يقول لي؟ يقول لي رتب أو صفق ذني الأفعال بالأسماء المناسبة لها. أولاً the table، table معناها طاولة، شنو الكلمة المناسبة لها؟ يساعد الطاولة؟ أكيد لا. يجهز الطاولة؟ نعم. فأقول له lay the table. حاول تكتبون ذني العبارات، عبارات مهمة جداً 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 بالامتحان التحريري، تجيني على شكل شنو؟ تجيني على شكل توصيل. أغلب الأساتذة يجيبوها على شكل توصيل بسؤال مفردات. وراها يقول لي فراغ the floor، شنو معنى floor؟ الأرضية. شنو الفعل المناسب لها؟ sweep the floor، يكنس الأرضية أو يمسح الأرضية إلى آخره. فراغ the bed، فراغ السرير، شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ يرتب، make the bed، يرتب السرير. بعد in the kitchen، في المطبخ، شنو الكلمة المناسبة له أو الفعل المناسب له؟ help in the kitchen، يساعد في المطبخ، يساعد أمه في المطبخ. the dishes، الصحون أو المعين، شنو الكلمة المناسبة لها؟ wash، يغسل الصحون. your room، غرفتك، شو تسويها؟ tidy، tidy your room، يرتب غرفته، ينظم غرفته. ذرابش، النفايات، هنا أنا أقدر أقول pick up the rubbish، يرتقط، يلتقط النفايات، يلم الأوساخ أو النفايات. وأقدر أقول throw away the rubbish، هي هم أنا مطيني لها خيار ثاني. throw away the rubbish معناها يرمي النفايات، يلتقط النفايات، يجمع النفايات ومن ثم يرميها. هذا ما يخص تمرين رقم 3. هذا التمرين مهم جدا، تقريبا أهم تمرين بالدرس كله، لأن هو هذا التمرين اللي ممكن يجينا بالامتحان التحريري المتعلق بامتحان نصف السنة أو بامتحان الشهر الثالث إذا أكو شهر ثالث، يجينا بسؤال المفردات. حاولوا تكتبون هاي الملاحظات أو الحلول مالته بالدفتر وسجلون عليه، مهم جدا بالامتحان التحريري. بالتمرين الرابع والأخير شو يقول لي؟ يقول لي write about the course، اكتب عن هذه الأعمال الروتينية أو اليومية you do at home التي تفعلها في البيت. use the words from the box، باستخدام هذه الكلمات، تذكرون هاي الكلمات ايش سميناها؟ always معناها دائما، usually معناها غالبا عادة، often كذلك معناها عادة، sometimes بعض الأحيان إلى آخره. هذين الكلمات من يذكر شو سميها؟ never معناها أبدا. هذين سميناها، أخذناهم سابقا، سميناهم ظروف التكرار. فبما أن ظروف التكرار أنا أستخدم كيف؟ مثلا دائما أكو شغلة أو عمل من الأعمال الروتينية اليومية دائما أسويها. على سبيل المثال أقول I always، أنا دائما
help my mother. أساعد أمي in the kitchen. في المطبخ. على سبيل المثال. كل طالب يكتب الطريقة اللي تعجبه أو الطريقة اللي تعجبه. زين usually أستخدم usually. أقول I usually أنا غالبا do my homework أفعل واجبي البيتي على سبيل المثال at night في الليل. بعد often عادة إن شاء الله أسويها عادة. أقول I often see friends عادة ما أرى أصدقائي at weekend في عطل نهاية الأسبوع. بعد sometimes إن شاء الله أسويها بعض الأحيان. أقول مثلا I sometimes أنا بعض الأحيان watch TV وشاهد التلفاز after dinner بعد العشاء. إن شاء الله أبدا ما أسويها. على سبيل المثال أقول لك I never go to bed late. أنا أبدا لا أذهب إلى السرير متأخرا, لا أذهب إلى النوم متأخرا. هذا ما يخص تمرين رقم 4 واللي هو التمرين الأخير. هذا كذلك نشاط صفي يريد يدربك على التعبير عن الأعمال الروتينية أو اليومية اللي قمنا بها أو اللي يقوم بها الطالب اللي يعملها الطالب كل يومية. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي أو امتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. تعرفنا على الأعمال اليومية, تعرفنا على بعض الحقائق عن اليابان وعن دولة رواندا, انطاني الجمل صححتهن عن هذه القطعة, وكذلك انطاني بعض الأفعال والأسماء المناسبة لها اللي هي تعبر عن الكورز الأعمال اليومية. كذلك تعرفنا على بعض المفردات الجديدة. كل هذني وضحنا أنه بعضها أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي, ما عدا تمرين رقم 3 تمرين مهم جدا جدا بالامتحان التحريري يجينا على شكل توصيل بسؤال المفردات اللي هو السؤال الثالث. حاولوا تسجلوا هاي الملاحظات بالدفتر اللي مهم تسجل عليه مهم, والنشاط الصفي تكتب الحلول مالته على ما تقدر تروح المدرسة محضر. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.